تفضل. نعم. إنه قماش رائع. نعم. هل عندك المزيد؟ تفضل. أهلا وسهلا. إنه قماش رائع. أهلا بكم. أهلا بك سيد. أهلا بك سيد. أهلا بك سيد أرطغرل. هذا جيد. أهلا بك سيدي. أهلا بك. أهلا بك سيد أرطغرل. عملا موفقا. أهلا بك سيد أرطغرل. أهلا بك سيد. أهلا بك. شرفت سوقا. أهلا بك سيدي. أهلا بك. سلمتم سلمتم. أهلا بك. أهلا بك سيدي. كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا بك سيد أرطغرل. أهلا بك سيدي. أهلا بك سيدي. أهلا بك سيدي. أهلا بك. سلمتم. أهلا بك. أهلا بك يا سيدي. شكرا. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. أهلا بك سيدي. سلمتم. شرفت السوق سيدي. أهلا بك. أهلا بكم. شرفت السوق. أهلا بك يا سيدي. أهلا بك. سمعنا ما قلته من أجلنا سيد أرطغرل. لقد أنقذتنا من ظلم أرس. أهلا سيد أرطغرل. أهلا سيد أرطغرل. الأوغاد، انظر كيف يتملقون. أصبح لدينا طعام في البيت، فليحفظك الرب. هذه فرصتنا الأخيرة للتخلص منه، فإما أن نقتله الآن أو سنندم. أهلا وسهلا. إما أن نموت بشرف أو أننا سنبقى أسرى دائما تحت سيف التركي. تعال تفضل. السيد أرطغرل هنا في السوق. أنتم الآن أصبحتم جيراننا ومن شعبنا، سيأتي وقت نتشارك الحزن والسعادة وكل أنواع هموم الحياة. نحن نفعل كل ما بوسعنا لكي نظهر عدالة ديننا بالحق. أنتم أيضا ابذلوا جهدكم لتظهروا العدل بأموالكم وموازينكم، فإن أظهرتموه سيكون مكانكم فوق رؤوسنا. يا معلم، بكم هذه الحقيبة؟ سأشتري هذه لأمي وهذه لجدتي. أنت ابن السيد أرطغرل، لن نأخذ منك المال. لا، لن أقبل هذا، لا يجوز. سأخفض السعر لأنك أخذت 2. هذا يجوز سيد جوندوز، هذه هي أعراف السوق. تفضل. تعال وانظر إلى. هل أعجبت؟ نعم. بالتوفيق سيد أرطغرل. يحفظك الرب. سلمتك. حماك الله. بالتوفيق سيد أرطغرل. أهلا بكم. أهلا بكم. خيرا جوندوز. إن سمحت لي يا أبي سأخذ هذه لأمي وهذه سأخذها لجدتي. ما شاء الله، تفكر بأمك وجدتك. حسناً إذن، كم سعر الحقيبتين؟ وهل هذا يجوز؟ أنت ساعدت التجار والأهالي كثيراً، فكيف أخذ منك؟ هذه بضاعتك ويجب علي أن أعطيك ثمنها. بكم هذه؟ ولدك أيضاً قال هذا الكلام، إن سعرهما فقط 3 قطع سيدي. حسناً. سامحني. مسامحة الظالم ظلم للمظلوم. أحسنت يا بطلي، تعال لأرى. أنت بخير؟ عبد الرحمن، اجمعوا هذه الجيف. أمرك سيدي.